ابن صبرا انا ابن صبرا صبارا شمس الزمان النوارة انا ابن صبرا صبارا شمس الزمان النوارة وجدي كان شيخ الحارة واهلي كل المصريين ادي النسب وادي المعنى وادي الوداد اللي جمعنا ادي النسب وادي المعنى وادي الوداد اللي جمعنا وادي الحدود اللي تبعنا جاي والفين رايح عيني يا عزيز على قلبي وعيني قالت لي حبت عيني يا عزيز على قلبي وعيني لا تخاف من كائن زيك ولا ترمي الفتنة في حياك لا تخاف من كائن زيك ولا ترمي الفتنة في حياك ولا تطفي عمود النور ولا تشهد كلمة زور والجار الجار الجار لو حتى في قلب النار والجار الجار الجار لو حتى في قلب النار وان شفت غريق محتاج اوعى تخاف الامواج العمر ما هوش عمرين والرزق ما هوش رزقين سيف باشا انا طلعت صح يا باشا واحساس اللي ساعتك قعدت تتريق عليه طول الوقت هو اللي انتصر في النهايه ايه التخريف اللي على الصبح ده مش تخريف سعادتك دي الحقيقه اللي سعادتك مش عاوز تصدقها بس يمكن لما تشوف الفيديو ده تتاكد وتسلم ان انا اللي طلعت صح ايه ده؟ ده فيديو الجريمة اللي احنا بندور عليه لقيته الهارد؟ لا دي نسخة من الفيديوهات اللي كانت على الهارد نسخة الفيديو ايوه بس جريمة واضحة قدام سعادتك انها جريمة دفاع عن النفس مش جريمة ارهاب وانا ايش ضمن لي بقى ان الفيلم ده مش ملعوب فيه ملعوب فيه ازاي؟ ده فيديو فيديو يعني صورة حية هيتلعب فيه ازاي؟ هشام في ناس أدرى مني ومنك في الحاجات دي وما تنساش إن آدم عبد الحي منتمي لمنظمة إرهابية يعني بالنسبة لهم الموضوع ده في منتهى التفاهة يعني يلعبوا في الفيلم ويعملوه على مزاجهم عشان يفشكلونا القضية ويطلعوا الواد براءة هم اللي معترفين إن هم اللي عاملينها ده بيفتخروا بده وبيعتبروه شهيد دول ما صدقوا أنا بقى مش مصدق ومش هصدق إلا لما يجيلي الهارد المفقود في محضر المباحث غير كده مش هعترف بأي حاجة يا باشا الجريمة كلها متصورة قدام سعادتك عدم وجود الفيديو أكبر دليل على إن الفيديو ده مصور ما أنت على هنا البت اللي اسمها نانسي اللي أنت أقنعتني وخليتنا روحها مش جات هنا واستجوبناها وكتبت عليك وعليا البت دي زي ما سعادتك عارف مسيحية تقدر تقولي إزاي واحدة زي دي ممكن تتعاون مع إرهابي إسلامي متطرف كلهم إرهابيين يا حبيبي
الارهاب ملوش لا وطن ولا دين. ايه يا شنبيه؟ انت مش من هنا ولا ايه؟ لو التدليس والظلم واهدار حقوق الناس بقى هما اللي بيحكموا هنا، يبقى انا يا باشا ما يشرفنيش اني اكون هنا. هشام انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ امال عاوزني اكلمك ازاي؟ وانا شايفك ظالم وبتظلم بريء وقدامك دليل براءته مش عاوز تعترف بيه. باشا انا ممكن اسالك سؤال؟ هو سعادتك بالليل بيجي لك نوم؟ يعني بتنام مرتاح البال؟ وبالنهار كمان يا حبيبي وبشخر. الفيديو ده لا انا ولا انت اللي هنفصل فيه، ده لازم تعرض على خبير، هو اللي هيحكم ما بيننا. وبعدين بقى خلينا في المهم، البنت اللي اسمها نانسي دي يطلع لها قرار اعتقال وتعتقلها دلوقتي حالا. اعتقلها بتهمة ايه سعادتك؟ متورطة معاه. متورطة في ايه بالظبط؟ في الفيديو عشان هو سعادتك اعترفت بالفيديو؟ اصل الفيديو ده لا انا ولا انت ممكن نفصل فيه. الفيديو ده لازم يجي خبير هو اللي يحكم ما بيننا. ولما الخبير بقى سعادتك يبقى يثبت تورطها، ساعتها بقى اعتقلها. عن اذنك يا باشا. يا فندم اتأكدت سعادتك وشفت بعينيك ان ادم بريء؟ واضح انه كان بيدافع عن نفسه وقتله بالخطأ. الحمد لله. يعني انا يا فندم احساسي من الاول خالص كان صح؟ ايوه بس اذا كان الفيديو ده صحيح. يعني ايه في حالة ان الفيديو يكون صحيح؟ هو ايه اللي هيخليه مش صحيح يا فندم؟ قصدي يعني مين من مصلحته انه يركب فيديو زي ده؟ هو العقيد سيف يا فندم سبقني ونقل وجهة نظر لحضرتك. سيف عنده حق، الجماعة دول عندهم التقنيات اللي تخليهم يعملوا أكتر من كده. أيوة بس لو فرضنا إن الفيديو ده صحيح يبقى آدم بريء. أيوة بس الفاصل هنا هو الخبير، خصوصا إن الفيديو جاي من فاصل مش على الهارد المسروق من مسرح الجريمة. يا فندم يا فندم صدقني دي جريمة دفاع عن النفس مش أكتر. أنا معاك إنها ممكن تكون كده، بس الإعلام كبر الموضوع دوليا وفي جهات كتير برا مصر بتتابع التحقيق. يعني ايه؟ يعني حتى واحنا معانا الدليل مش عارفين نسبة براءته؟ احنا جهة ضبط واحضار، النيابة هي اللي بتحقق، ما احنا اصحاب القرار. وعلى العموم الفيديو ده خلاص انا حرصته وهحطه في الملف بتاعه. سافر؟ يعني ايه؟ انا وطنط ودكتور جورج شايفين ان ده احسن حل يا ناسي. انت يا بابا شايف ان ده احسن حل؟ ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وانت عارف رأيي فيه كويس. أيوة يا بنتي، بس أنا أب، أب ما حلتوش غيرك أنت وأخوكي، وأخوكي راح وما بقاليش غيرك. حطي نفسك مكاني يا نانسي،
انا مش بقولك سافري وسيبيه في ورطته، لا احنا مش قلالات الاصل. انا بقولك سافري وانا مستعد اجيب له بدل المحامي 10. انما وجودك هنا خطر عليك، ولو دخلت في الموضوع ده واتحبستي انا هبقى في حاله صعبه جدا جدا ومش هعرف افكر خالص. انما وانت في امان اعتقد ان انا هقدر افكر كويس وبدون ضغط، وساعتها هقدر اساعده. باباك عنده حق يا نانسي، وصدقيني اي حد عاقل لازم يشوف الكلام اللي هو شايفه ده. وجودك هنا اكبر غلطه. صدقيني يا نانسي ده مش وقت عند. الصح اننا وقت الازمات نفكر بعقلنا مش بعواطفنا وقلبنا. وادم لما قتل كان بيفكر بعواطفه ولا بعقله؟ انا لو سمعت كلامكم ده حتى لو كان صح اخسر نفسي، احس ان انا بني ادم انانيه ما بتفكرش غير في نفسها وبس. الانسان اللي يتخلى عن حد ضحى بكل حاجه عشانه من غير اي مصلحه يبقى قليل الاصل. ما اعتقدش يا بابا انك تحب ان بنتك تبقى قليله الاصل ولا ايه؟ بتعمل ايه عندك يا شوقي؟ انا ما ترد. ايه يا عاطف انت بتشك فيا؟ انا ده انا شوقي. وعشان انت شوقي لازم اشك فيك، لانك طول عمرك خسيس وواطي. فاكر التعبان يا شوقي؟ ايه انا الكلام العبيط اللي انت بتقوله ده؟ حنان ولا هتنكر انك نسيتها دي كمان؟ عايز تهرب بعملتك السودا وتعقني فيها لوحدي؟ لكن ده بعدك. وحياة امي لابلغ البوليس يا شوقي واوديك في 60 داهية. ولا شوقي، انا ما قتلتكش يا شوقي، انت اللي قتلت نفسك يا شوقي. انا ما قتلتكش يا شوقي، انت اللي قتلت نفسك يا شوقي. ما عملتلكش حاجه يا ابن الناس، انت اللي كنت عايز تقتل بيا يا شوقي، انت اللي كنت عايز تقتلني يا شوقي. هنا. نعم. اهلا بعروسه الهنا. انت هتهزر معايا؟ يلا غور من وشي بدل ما اطلع همي فيك. همك انت اللي سببتي فيه لما خليت عيل صايع زي ادم يضحك عليكي ويجري. انا متجوزه ادم في الحلال وقدام الخلق كلها بقولها اهو. انا وادم متجوزين على سنه الله ورسوله، ومعايا ورقه الجوازه اهي. اهي اللي ما بيشوفش يشوف. بجد يا هنا؟ امتى حصل الكلام ده يا استاذه هنا؟ اه حصل وخلاص. معقوله عملتي كده يا هنا؟ هعمل ايه بس يا ام مينا؟ ما انت عارفه الظروف. وانت يا واطي اوعى تهوب ناحيتي او ناحيه بطه مره تانية، هديك بيك جزمه. ولو انت فاكر ان ما وراناش رجاله تبقى غلطان قوي، احنا نفسنا رجاله وب10 من عينتك يا عجل. شايفين البجاحه ماشيه معاه في السر، وغير كده متسطره كمان على مجرم وارهابي. الله العظيم حاجه غريبه يا جدعان. اختش عيب يا عم ديسي وسيب الناس في حالها. نزل ايدك يا بلاش غير اهواجي كمان اللي يتكلم معايا. الله يسامحك يا عم ديسي، على العموم اللي بيظبطك ربنا هيكرمه هيرجع. بابل وكتاب الله لا يرجع وهتشوف. ليه بس الفضايح يا ديسي يا ابني؟ اما صحيح عجل عارف يا ده يحيى اخوك ادم ده شهم وجدع وراجل، واللي عامله ده يخليك رافع راسك في اي حته وفي اي وقت، ولو سمعت عليك كلمه وحشه تحط صباعك جوه عين اي حد. طبعا عم طارق ده اخويا ادم وانا عارف انه كويس، بس وحشني قوي. متعرفش عنه اي حاجه ولا اي اخبار؟ وحشنا كلنا، بس باذن الله هيبقى في وسطينا زي زمان. قول لي ليه ما بيشوفكش عند مينا في السايبر؟ اهو معكش فلوس؟ لا معايا الحمد لله.
خد، عايزك تلعب عند مينا كام ساعه في السايبر؟ لا عم طاهر والنبي معلش مش عايز. يا ده انا زي اخوك ادم يالا. لا لا ده غير ان عم مينا كمان قال لو عايز تيجي تلعب في اي وقت تعالى هيلعبني ببلاش. هو زي اخو ادم. طب اخوك ادم اللي بعت لك الفلوس دي، اسمع الكلام. اقول لك حاجه تسمعها، قول لي عامل ايه في التعليم؟ لسه زي ما هو؟ اهو بنروح زي ما بنروحش، فين وفين اما المدرس يخش يشرح حاجه وفي الاخر ما بيشرحش. ويجوا في اخر السنه يغشونا ولا بنتعلم اي حاجه، كل ده عشان يعدونا. لول عم طاهر هم ليه بيعملوا معانا كده؟ عشان عايزينك تبقى حمار. ايه؟ عايزينك تبقى حمار، تفضل واقف في مكانك ليل ونهار، حبه هزار على استهتار، وانت ما بينهم بس اختار. زوغ غش وقول معلش، لازم تمشي مع الطيار. طبعا كل اللي اتعلمته دلوقتي كانه ايه؟ كانه بخار، وشايل شنطه على كتفك يعني بقت فرق، وهي يا دوب في الاخر بتعملها يا دوب عرضه. هتفهم امتى ولا ازاي؟ هتعرف امتى يوم تختار؟ مفيش قدامك غير حلين، يا تبقى حمار يا تبقى حمار. هتبقى ايه؟ لا طبعا مش هبقى حمار. جدع يا راجل زي اخوك ادم. بونجور. بونجور. اهلا بيكي معانا في الاوتيل. اهلا بحضرتك. انا اسمي فوزي مجاهد، زميلك في الشغل ومديرك المباشر. تشرفنا يا استاذ فوزي. في الحقيقه والدك ده كان استاذنا، واول ما عرفت ان انت بتدوري على شغل رحبت وقلت له اهلا وسهلا بيها، بالرغم ان احنا طالبين في الوظيفه دي حد معاه شهاده خبره، بس مش ممكن يكون والدك من قدام العاملين معانا هنا ما نشغلوش بنت. الحقيقه انا ما عنديش خبره كبيره في مجال الفنادق، بس انا لماحه وشاطره، واوعدك ان انا هتعلم بسرعه، يعني مش هتخسر حاجه لو جربت. وتحبي بقى اندهلك يا مدام سهام ولا انسه سهام؟ الحقيقه انا كنت متجوزه وانفصلت. اسف. لا لا خالص، مفيش حاجه، عادي يعني. وانا عايزك تاخديها عادي فعلا. وعلى فكره انا مطلق وهحكي لك الموضوع ده بالتفصيل بس في البريك، اوكي؟ نورتينا مره ثانيه. ميرسي قوي. السفارة الأمريكية طالبين التحقيق مع آدم برا مصر. برا مصر فين معاليك؟ في أي سجن من سجونهم في أمريكا الجنوبية. نعم ده لا يمكن يحصل يا فندم. ده بقى عيب معاليك اللي معاليك بتقوله ده، يعني احنا نشتغل ونخطط ونتعب ونترمي بالليالي برا بيوتنا ونقبض على الولد ونسلمه لهم كده على الجاهز، تبقى ظلم معاليك. وبعدين لا مؤاخذة عايزين ياخدوا برا مصر ليه؟ خايفين يا سيدي لنطبطب عليه، اكملوا بلدياتنا. يا فندم لو سيبناه يسافر هيتظلم وهنفقده، انما لو رفضنا طلبهم وطلبنا التحقيق جوه مصر هيبقى تحت عينينا وهنضمن له محاكمه عادله. على العموم القياده السياسيه لسه ما ردتش على الطلب، وده احنا مستنيين لحد ما نشوف هيحصل ايه. يا باشا والله العظيم قتلته بالغلط يا باشا، ده كان صاحبي يا سعاده الباشا وهو اللي كان عايز يقتلني، وانا كنت بدافع عن نفسي والله. ماشي يا عاطف، الجريمه دي كانت دفاع عن النفس، وسمير مصالح يا روح امه كانت دفاع عن النفس برضه. مصالح مين يا سعاده الباشا؟ اعترف يلا. والاجنبي اللي سرقتوه قتلتوه؟ الاجنبي لا يا سعاده الباشا، احنا سرقناه بس ما قتلناهوش والله العظيم ما قتلناه يا بيه، والله العظيم ما قتلناه، ورحمه ابويا في تربته ما قتلناه يا سعاده الباشا. للاسف سيف والمدير ما اعترفوش بالفيديو. يعني بيشككوا فيك منه مش على هارد اللي اختفى من مسرح الجريمه. بيشككوا فيه؟ ده فيديو، هي صورة يتلعب فيها بالفوتوشوب. طب وده معناه ايه؟ طلبوا يحولوه الخبير وادينا مستنيين رده، وربنا يستر. ايوه يعني هو الخبير ده ممكن يرفضه؟ يا نانسي المشكله مش في الخبير، لانه لو فحصه اكيد هيكتشف ان هو حقيقي ومش ملعوب فيه. امال المشكله فين؟ ادم الامريكان عايزين يحققوا معاه هناك. نعم. المشكلة بقى لو رد الخبير اتأخر ده مش في مصلحتنا، لأنه ممكن يوافقوا ان هو يروح هناك عشان يتحقق معاه، ما انتوا عارفين النظام بتاعنا. يا نهار اسود. طب دلوقتي الحل ايه؟ مش عارف، على كل اللي حاسس في نفسي ومأثر فيا ان انا اللي قلت له يسلم نفسه، انا اللي قلت له ان ده الاسلم ليك، أنا اللي وعدته إن أنا هقف جنبه وهساعده لغاية لما أثبت براءته. صدقني يا ريتك ما نصحته ويا ريته ما صدقك. هلاقيها منين ولا منين بس يا رب؟
كويس انك عديتي عليها في الشغل قبل ما تروحي. انا قلت اعدي عليكي بدل ما تروحي لوحدك، اهو نونس بعض في الطريق. كتر خيرك يا سامي. المهم طمنيني، انت عامله ايه دلوقتي؟ والله مربوطه في ساقيه ما بين الشغل وتربيه ابني. هو طريقك لسه مضايقك؟ ما تجيبليش سيرته والنبي يا هنا، اللي عايش على قفايا طول الوقت قاعد بس يلف لي في حشيش، هو ده اللي فالح فيه. يا اختي بركه انك خلصتي منه بلا قرف. الحمد لله. بس انا اللي حرق في قلبي ابني، حاسه كده انه هيتربى من غير اب زي ما يكون يتيم. بس انت طبعا لا يمكن ترجعي له عشان الواد. ابدا، قطع وقطعت سيرته. جدع يا بت. بقول لك ايه يا ساميه، انا عايزه اطلب منك طلب بس اوعي تكسفيني. خدي دول مني. ايه دول يا هنا؟ اصلا النهارده قبضت اول مرتب ليا، وعايزاكي تاخدي دول حلاوه القبض يعني. متشكره يا هنا، انا الحمد لله بشتغل ومستوره، خلي فلوسك. ما انا عارف، بس دول عشان تشتري بيهم حاجه لعبد الله. والله انا ما مخليه عايز حاجه. يا ستي اعتبريها هديه مني ليه؟ هنا انت دلوقتي بتشتغلي وبتصرفي على نفسك، هتصرفي علينا كمان؟ انا ايه وانتوا ايه؟ احنا دلوقتي بقينا اهل، ولا انت عايزه تعملي فرق بيننا؟ ابدا والله، ربنا اللي يعلم معزتك عندنا عامله ازاي. احنا بنحبك قوي يا هنا، عشان كده لازم تقبليهم مني. ده النبي قبل الهديه. وحياه ادم يا سامي. حياه ادم. يا جماعه في قصيده النهارده عايز اسمعها لكم. القصيدة دي وانا بكتبها كنت موجوع قوي. بتقولي القصيدة دي بقى: اسمعيني يا مصر مرة، عندي ليكي كلمتين. اسمعيني يا مصر مرة، ريحي جرح السنين. حل دمعة آه مرة، حايشة يوم ضحكة حزين. حل دمعة آه مرة، حايشة يوم ضحكة حزين. لو عيون الطفل لمع قلق صدر الكون براح، وإن لمحت في عينه دمعة ترتعش فيا الجراح. وقت ليلك ببقى نور، وقت ضعفك ببقى نار. يجي ليلي تبني سور حايشة بيه عني النهار. هو يعني أنا مش ضناكي؟ أعمل إيه علشان رضاكي؟ ببني فيك سنين وعلي، وإنتي هدماني تملي. مستحيل ترضي بذلي، ولا ذلي ليكي رحمة؟ هو ذلي ليكي رحمة؟ عر كتفي تلاقي وحمة، لونها لونك مش بلومك، بس بصرخ من اللي فيا ألف آه، ألف آه حيشة مدارية ألف آه. طبطبي بإيدك عليا، وارمي دمعك بين إيديا، قلبي حمال الأسايا. وسلميلي على الحبايب والغلابة الطيبين، الغلابة الطيبين خلصوا مني الكلمتين. طبعا طبعا انتوا عارفين ان الكلام ده مش لمصر ولا لشعبها ولا لارضها، الكلام ده للنظام اللي بيمثلها وللاسف بيمثلنا، النظام الفاسد، النظام الظالم اللي محسسنا بالغربه واحنا جوه بلدنا. واكبر دليل على كده ادم عبد الحي، الشاب المصري الشهم الجدع اللي رفض يدي ظهره للغلط ويقول انا مالي، ودافع عن شرف اخت لينا من غير ما يعرف هي مين ولا حتى يعرف ايه ديانتها. والمفروض ان ادم كان بيعمل الصح، لكن الصح في وجهة نظر النظام إرهاب. ولو كان آدم في نظرهم إرهابي، ففي نظرنا احنا شاب مصري شهم جدع. وده مش غريب ولا جديد على رجالة البلد دي. وبالمناسبة دي يا جماعة، أحب أعرفكم بالعضو الجديد في الجمعية، كريم كارم أبو المكارم. نانسي، نانسي يلا بينا نروح دلوقتي. أنا جبتك هنا علشان تهدي وتقدري تمسكي أعصابك شوية، بس مش مفروض نقعد هنا أكتر من كده. كفاية اللي أنا فيه، أنا بقيت غصب عني حاسس إنك معرضة للخطر باستمرار في كل لحظة بتمر بينا. مش هروح يا بابا، مش هروح ومش ههدى غير لما أعرف إجابات على حاجات كتير قوي جواي. إجابات؟ إجابات إيه اللي عايزة تعرفيها؟ ليه القوي بقى دايما بينتصر على الضعيف؟ وليه أصلا الخير بقى دايما ضعيف؟ هو إيه؟ هو الكلام ده مش موجود غير في الأفلام وبس؟ يعني الحقيقة ما فيهاش عدل؟ الحياة الحقيقية اللي احنا عايشين فيها دي ما فيهاش عدالة؟
قول لي يا بابا عشان لو كده يبقى انا اكرم يموت احسن. يا بنتي ارجوكي ابوس ايدك، ما تخليش غضبك يفقدك ايمانك بالرب. طب اخرة اللي بيحصل لادم ده كله ايه؟ صدقني يا بابا انا بقيت بجد بندم انه ساعدني، بقول يا ريته كان اتخلى عني، ما كانش زمانه بجد في اللي هو فيه ده كله. لا 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 نانسي ما تقوليش كده، ده شيء طبيعي جدا بالنسبه لشاب شهم نبيل زي ادم، كان لازم يتصرف كده في الظروف دي. شاب يعني انسان صح؟ يعني انسان من حقه يعيش ويدوق طعم الدنيا الحلو قبل ما يفارقها تاني، ولا يبقى مشواره كله تعب في تعب كده ما دقش يوم حلو في حياته؟ ده حرام. نانسي يا بنتي انا مقدر ظروفك ومشاعرك والحيره اللي انت عايشه فيها، بس ارجوك احنا لازم نقوم دلوقتي حالا علشان انا اعرف افكر ازاي هنخرج من المصيبه اللي احنا فيها دي. يلا يا بنتي يلا يا حبيبتي. حاضر. بقول لك يا شلونس. ايه يا حبيبي؟ ما تيجي بقى نقف من هنا ونطلع على البيت، انا عندي مشوار كده اروح. روح انت خليك في ليلتك. ليلتي ايه يا عم؟ انا خلاص نفسي قفلت من كل الكلام ده. انت ليه يا ابني مش عايز تصدق ان انا اتغيرت؟ انا مصدق ان انت اتغيرت، بس للاسف مفيش وقت نفكر في اي حاجه غير ادم. عندك حق. ما تيلا يا جماعه نروح، مستنيين ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي بقى اوصلك. طب يا جماعه انا عندي مشوار راح اقابل استاذ منير. بالليل نتكلم بقى. سلام. اوكي. لا يا كريم مفيش داعي، انا هروح لوحدي. ليه يعني يا علي؟ انت ليه لغايه دلوقتي بتعتبريني ان انا غريب؟ ما بعتبركش غريب ولا حاجه، يعني متهيألي بعد اللي انت عملته مع ادم انا بجد بقيت بعتبرك زي اخويا. اخوكي؟ لا انا عايزك تنسي موضوع اخوكي ده خالص. انا بس كنت عايز انا وانت نقعد نتكلم مع بعض شويه ونفضفض شويه. نفضفض في ايه؟ في اي حاجه يا ستي، واحنا مش صحاب ولا ايه؟ ايوه يا كريم، بس الظروف اللي احنا فيها دي مش مخليه حد في دماغي يتكلم في حاجه. ايوه يا علي، بس انا بصراحه معجب بيكي وبحبك. حسيت اني مخنوق، محتاج افضفض مع حد قبل ما ارجع تاني الجهاز. مالك يا هشام؟ شكلك مش عاجبني وصوتك جابني على ملا وش. تعبان قوي يا بابا، تعبان قوي، مش عارف الاقيها منين ولا منين، من البيت ولا من الشغل. افهم من كده ان عندك مشاكل في الشغل كمان؟ يا بابا انا شغلي نفسه بقى هو المشكله. مشكله زي ايه؟ بشوف افعال كتيره قوي ودايما مش قانونيه. ازاي؟ فهمني. سيف الحديدي رئيس المباشر في الشغل دايما بيستغل سلطته غلط، وبيظلم الناس وبيهنهم وبيكهربهم وبيدوس عليهم بجزمته. كل ده غلط ومش صح وحرام، وانا مش عارف امنع ده ازاي. يعني هو هيقبض عليهم من غير ما يتاكد ان في تهم ثابته بتؤكد تورطهم في الجرائم؟ ايوه يا بابا ايوه. للاسف في ناس مننا كتير جدا ما عندهمش ضمير، ومنهم سيف الحديدي بيستغلوا قانون الطوارئ وبيقبضوا على اي حد من غير لا تهمه ولا دليل. يا بابا قانون الطوارئ ده قانون غلط غلط، اتعمل علشان سيفه اللي زيه يعملوا اللي هم عاوزينه في الناس من غير ما حد يقدر يحاسبه. شوف يا هشام يا ابني، قانون الطوارئ زي ما ليه محاسنه ليه عيوبه، واي حد ممكن يستغله صح او غلط، واكيد الناس اللي بيعملوا معاهم كده متورطين في جرائم. مش كلهم يا بابا، مش كلهم، ده منهم ناس غلابه قوي جريمتهم الوحيده ان هم ضعاف مالهمش ظهر يصد عنهم الظلم. ما انت عارف ادم عبد الحي انا حكيت لك عنه، ايه رايك بقى ان انا جبت فيديو يبرئه متصور من مسرح الجريمه؟ لا سيف رضي يعترف بيه ولا مديري في الجهاز رضي يعترف بيه، وقال ايه حولوه لخبير. عارف ليه؟ عشان الواد ده ضعيف غلبان، لو كان ابن حد من الكبار كان خرج من اول يوم ودخله حد مكانه، وكل ده عشان احنا بنستخدم قانون زي ما احنا عاوزينه. لا اله الا الله. يا بابا ده انا والظباط اصحابي نسينا القانون اصلا من كتر الوساخه اللي احنا فيها. اقول لك على حاجه، لو ظابط شاف واحد في الشارع شكله ما عجبوش ممكن ياخده ويعتقله ويبهدله ويعمل فيه اللي هو عاوزه ومحدش يقدر يتكلم. تقدر تقول لي بقى يا سياده المستشار عايش ازاي وسط الوساخه دي وحتى مش قادر اتكلم؟ يا بابا يا بابا انا حاسس ان انا بعوم ضد التيار، مش عارف هعافر لحد امتى، اكيد في لحظه هتيجي ونفسي هيتقطع وهغرق. يا ابني استهدى بالله وامن ان دي رسالتك في الحياه ولازم تعملها. مش عارف اعمل رسالتي صح،
في وسط ناس كل همها انها تخرب وتدمر كل حاجة، وكأننا تخرجنا من كلية الشرطة عشان ندوس على البشر مش عشان نحميهم. يا ابني الناس اللي انت بتتكلم عليهم دول صحيح موجودين، لكن ما تنساش ان في ناس طيبين اكتر. يا بابا الطيبين ما لهمش حظ في الزمان ده، احنا بقينا في زمن الشيطان هو اللي بيحكم، واللي بايعين روحهم ليه هم اسياد البلد للاسف. ما تسودهاش للدرجه دي، وخلي عندك نوع من التفاؤل. هيجي منين التفاؤل بس يا بابا وكل حاجه ماشيه غلط حواليا، وانا ما قداميش غير حلين، يا اما ابقى زيهم واتخلى عن الانسان اللي جوايا، يا اما اسكت وموت قلبي وعقلي بايديا، وفي الحالتين هبقى بعت روحي للشيطان، يا اما بقى اشتري روحي واقلب على النظام كله. انت اتجننت؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الكلام ده يوديك في 60 داهيه. وبعدين يا اخي ما تنساش احنا على الارض مش في الجنه. مش قادر، انا تعبت قوي لدرجه ان انا بفكر استقيل من شغلي واسيب كل الصراعات والوسخات اللي في امن الدوله دي. ده الحل اللي انت اخترته؟ انك تهرب وتتراجع؟ ده بدل ما تواجه وتنصر الخير على الشر. اواجه ايه بس وانصر ايه؟ انا خلاص تعبت من كتر ما باخد اوامر انا مش مقتنع بيها ولا موافق عليها. الصبر يا هشام، واوعى تسيب مكانك لاي حد، ولو اي حد كويس يئس وساب مكانه الدنيا هتبقى خرابه. احنا عايزين نتغير للاحسن. ربك كبير وموجود يا ابني، ربك كبير وموجود. الصبح. عارف يا ادم هما هنا بيغمّوا عيونهم ليه؟ عشان بيخافوا منكم لما تخرجوا بره. لكن انت بقى يا حبيبي لا يتخاف منك ولا انت خارج بره. بس انا واخد على خاطري منك. ليه بس يا ادم؟ مش تطمن عليك، قلبي هاد كان متشحتف عليك. ها؟ مش طمن قلبي بابا. عارف يا باشا انت بتفكرني بمين؟ بمين يا روح امك؟ في واحد زمان ساكن عندنا في المنطقة اسمه حمادة عجلة، كان ما شاء الله يا باشا طول بعرض زي كده، بس كان لما مؤاخذة يعني شاذ. فكرني بيه بالظبط يا باشا. اضرب اضرب فكر. بقول لك يا باشا مفيش كهربا. كهربا وحشتني والله. عينيا اول مره تريح شويه. ايديك وجعتك ولا ايه؟ اجيب لك مسكن؟ اضرب. انا عايز امك هنا تعرف تبعت تجيبها لي. عايز افهم رد عليا. مش عايز تعترف لي. مين اللي كان معاك جوه هنا؟ انت مشكلة يا باشا. مش عايز تسمع. انت عايز تسمع على مزاجك وبس. عارف يا باشا شكلك كده يعني كان عندك عقدة نفسية مؤاخذة يعني حصلتك وانت صغير فبتطلعها على خلق الله صح؟ موافقني في الكلام ده؟ دلوقتي تعرف انا حبك. دلوقتي تعرف. افتح المية. افتح بقى. افتح.
اخويا اسمه حماده يا حبيبي؟ حماده ايه؟ حماده عادل. ابعت اجيب لك مسكن؟ الواد ده يتساب مربوط كده وبتوفه في وش روح امك لو شفت الشارع تاني. افتح. Thank you.